عيد الأضحى، أخنوش يعلن عن صرف أجور الموظفين ابتداء من هذا التاريخ. قدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش إعلانا من شأنه أن يسعد الكثير من المغاربة، حيث أشار إلى أن الحكومة ستقوم بصرف رواتب الموظفين قبل نهاية الشهر بأسبوع. جاء هذا الإعلان خلال جلسة الأسئلة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة في مجلس المستشارين أمس الثلاثاء. وأوضح أخنوش أن الموظفين سوف يتلقون رواتبهم يوم الجمعة 23 يونيو الجاري، وذلك لتمكينهم من شراء أضاحي العيد براحة. تأتي هذه الخطوة استجابا لإعلان وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية السابق التي قامت بتحديد أول يوم من ذي الحجة وتحديد عيد الأضحى لهذا العام في يوم الخميس 29 يونيو في التقويم الميلادي.